رمضان كريم يا عم. ايه المواعيد البايظه دي يا عم؟ معلش احنا افطرنا بقى لنا ساعه يا ابويا. بص يا رمضان كريم حبيبي عليك وعلى الاسره. منورنا حبيبي والله اكرمك. ربنا يخليك. ليه تعبت نفسك بس كده؟ حاجه صغيره بس حبيبي. حاجه صغيره. رمضان كريم حبيبي. الله يكرمك والله. ازيك عامل ايه؟ كله تمام. انت اخبارك ايه؟ وبابا وكله كله كويس؟ طبعا احنا فطرنا ساعتك يعني انت جاي العيشه واخد بالك بس يعني عامل ايه يا باشا؟ مبارك. كله جميل. انت عامل ايه؟ اتفضل حبيبي ربنا يخليك. اتفضل. لا انا روح تحت انا اعمل لك انت مظبطني تظبيط تظبيط عالي النهارده بقى. جايب لك كل الاصناف اللي انت بتحبها. يعني في ورق عنب وفي حلاوه. ايوه وفي عارف انت بتحب الجلاش. طبعا حبيبي بانيه وبتاع لا شغل عالي. شغل عالي. انت عامل ايه؟ والله الحمد لله تمام. كل شغلك ايه برضه ليه؟ اهو بنكافح صدقني بامانه. الدنيا مش سهله بس الحمد لله. الحمد لله ربنا يخليك يا حبيبي. اخبارك في رمضان ايه؟ يعني ايه ذكرياتك في رمضان كده؟ ذكرياتي في رمضان لا بتتعزم الاول ولا لا؟ احنا كنا بنعمل رمضان في المدرسه. يعني احنا ما كانش ينفع يعدي رمضان من غير لما نتجمع كلنا مع بعض. هو رمضان حلاوته في لمتنا. صح كده. يعني ده حاجه اتربينا عليها من واحنا صغيرين. وبجد حاجه الواحد بيفتقدها ساعات هنا في كندا، اللمه الحلوه وتقعد تسمع اغاني رمضان وتقعد مع بعض. بالظبط. ودي حقيقة يعني انك بالزبط. تقعد تفطر لوحدك يعني لا لازم اجيب حد وناكل مع بعضينا. وانا هقول لك موقف حصل معايا من 15 سنة كده. كان عندي برضو صديقي قبطي مصري، كنا قاعدين في السعودية بس كنا قاعدين ايه عزبية من غير يعني من غير كنا لسه سنجلز يعني. فالواحد ده كان دايما يشم ريحة الطبيخ اللي بعمله ويخبط عليا الباب اقول له تعالى اقعد كل معايا عشان انا مش هينفع اكل. بقول له منتصر انت قالب ريحه السكن كله. بقى ملوخيه وقوارع كنت مبوظ. انت هتقول لي ما انا شمام مبوظ الدنيا. لا ده شغل ألفة يعني. ده ربنا يخليه. ربنا يخليه. هي راحت عندها شيفت للاسف. فبس يعني قالت لي ظبطنا كل الاصناف بتاع الاندرو. ربنا يخليها. ربنا يخليها. ان شاء الله باذنك يا رب نعمل حلقه كويسه من معزومه افطار. عايزين نتكلم اكتر عنك ونتكلم عن مشوارك وايه المرحله الجايه. تمام. وهسيبك تاكل بقى. انت اكيد يعني جعان. انا هاكل لوحدي ولا ايه؟ لا يا باشا هاكل. انا اكلت اوريدي بس انا انقنق معاك. هقابلكم بعد الفطار. هقابلكم بعد ما ناكل باذن الله. واحنا بنحل كده بناكل قطايف وكنافه وحركات ونتكلم اكتر مع اندرو وعن مشواره. استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد ما فطرنا. انا فطرت ثاني مره طبعا عشان اندرو جه متاخر. فاخبار اخبار الفطار ايه يا باشا؟ انا مستعد انام خلاص. اهلا يعني طبعا معايا. انا جاهز ان انا انام. لا ده في كنافه وفي بسبوسه وفي ام علي وكمان ام علي. ام علي يعني انت مستنيها بقى كتير. ده مستنيها بقى كتير قوي كده. ربنا يخليك بجد دايما عامر بجد يعني دايما مفتوح بالخير وبالبركه ليك ولاهلك بجد. ودايما تشرفني دايما. جبار جبار جبار. ايه اكتر صلصه يعني عجبك؟ المحشي ورق عنب. محشي ورق عنب مش عايز اقول لك. خيال علمي فظيع فظيع. كان فاضل حاجه
تتنسف. لا كان في كفته كان في فراخ مشويه وكان في شطوه وكان في ملوخيه. يا يا اكل بصراحه وجبه شداده مداده. انا حاسس ان المسائل يعني عندك خلاص. أيوة يعني أيوة شايف بس لسه في حلو حضرتك. ده انا مش عارف الحلو ده هيخش يعني واكتر من كده يعني ما يصحش حبيبي والله. لا والحلو قاعد على الكرسي وكمان في قدامه على الترابيزه. مش معقول تو مش معقول. حبيبي حبيبي ربنا يخليك والله وشرفتني النهارده. وانا مش هقول لك بقى اعرف نفسك لان انت اوريدي معظم الناس يعرف انور فهمي تمام. بس انا عايز اقول ايه مثلا لو حبيت انت ايه احلى لقب ناس بتحب يعني تناديك بيه؟ انور فهمي المرشح السياسي ولا انت شغلتك الاساسيه كانت ايه اصلا قبل البوليتكس؟ قبل السياسه انا كنت شغال فاينانشال ادفايزنج. ممتاز. لسبع فور 7 ييرز سبع سنين قعدت اشتغل. مفتقد الكلام ده دلوقتي؟ وحشك. هي كانت اسهل. كانت اسهل صح؟ كانت اسهل. فلوسها احسن. تمام. ديفينتلي بتقابل ناس تركيز انت مخصص في حاجه محدده. يومك انت في ايدك. انت اللي بتحدد الجدول بتاعك. تمام. عايز تنزل فين تروح فين تيجي تعمل ايه. بتصحى الساعه 9 ونص 10 عكس السياسه بقى. السياسه حاجه قصه ثانيه خالص. سؤالين. السؤال الاولاني ايه اللي انت اتعلمته من شغل كفاينانشال ادفايزر فادك في شغل السياسه؟ ده سؤال. اوكي نجاوب عليه الاول وبعد كده ادخل لك السؤال الثاني. ايه اللي استفدته من الفاينانشال ادفايزر جوب؟ ثلاث حاجات. اول حاجه قد ايه الناس ار سافرنج وتعبانين جدا ان هم يقدروا يحوشوا او ان هم يقدروا يبلد الكنديان دريم اللي كلنا حلمنا بيه. بيت وصح كده يعني كلنا سواء انت مهاجر او انت حد مولود هنا انت عايز حياه افضل ليك ولاولادك ولبيتك ونفسك تركب عربيه كويسه وبيت حلو وشغلانه كويسه وترجع تقعد مع مراتك واولادك. بس الحياه صعبه. حياه صعبه. معظم الناس اللي كنت بقعد معاهم عليهم ديون كتيره عليهم التزامات كتيره. فلما تيجي تتكلم معاهم على الريتايرمنت ومعاش حضرتك انا لسه بحاول ان انا اسدد ثمن البيت. ايوه يعني وده بيقول لك 25 سنه. صحيح. واحنا دلوقتي بنتكلم على مورجج ب 90 سنه. واو. ف الحياه بقت اصعب واصعب. فدي اول حاجه اتعلمتها ان معظم الناس ار ستراجلينج ان هم يعيشوا في البلد. تاني حاجه كاندرو كشخص اتعلمت ازاي تتكلم مع الناس في حاجات مش سهل ان انت تتكلم عنها openly. الناس معظمها مش بترتاح او ما بتحبش تتكلم في الفلوس. اوكي. فما يحبش يتكلم على الانكم بتاعه قد ايه بيعمل ايه. وده بيرجع لحاجات كثيره حاجات تقاليد حاجات موجوده معانا من سنين حسد بتبقى كذا ثقافه. تمام. ثقافه جزء من الثقافه. فان انت ازاي تبسط الحاجه وتشرح للشخص ان انت الشغل اللي انت بتعمله كونفيدنشال وازاي بتخلي الشخص اللي قدامك يترست يو وان انت تقعد معاه وتتكلم معاه وتشرح له هو فين دلوقتي. فطبعا ده اكيد اكيد فادك كل دي السوفت سكيلز اللي يب. فادتك في شغلك كسياسي بعد كده. بالظبط. التالت نقطه هي الاوبن كوميونيكيشن وفايندينج سولوشنز. اوكي. هاو تو فايند ا سولوشن. كل واحد تقعد معاه التركيبه مختلفه. طبعا. ظروف مختلفه. ظروف مختلفه، شخصيه مختلفه، ريسك مختلف، انكم مختلف. جولز مختلفة. ازاي ان انت توصل الشخص ده ان هو يحقق الهدف بتاعه. ودي دايما بتبقى نقطة مهمة في اي حاجة انا بشتغلها. ان لازم الحاجة اللي انا بعملها تبقى حاجة ليها هدف.
لو هي ملهاش هدف عندك رسالة منها انت حاجة انت بتأبلاي فيها النوليدج بتاعتك وتأبلاي فيها المجهود بتاعك تمام. وفي نفس الوقت برضو بتتعلم منها حاجة وده البالانس اللي تقدر تقدر تتعلم منه وتقدر ان انت تتحرك بيه لقدام وتفيد الاخرين تمام. ليه سياسة يا عمرو؟ يعني انت كنت مثلا مبسوط في شغل الفاينانشال ادفايزر والدنيا ماشيه تمام ويل باي وحياة البالانس بتاع اللايف ورك بالانس كان احسن، ايه اللي كبر موضوع السياسة في دماغك؟ السياسة كانت بالنسبة لي ابتديتها ببعض القرارات اللي كنت بشوفها من الحكومات المختلفة وساعات ببص عليها كده واللي هو يعني انتوا وصلتوا للفكرة دي ازاي؟ تمام ليه؟ يعني مين طلب ده؟ يعني هتقولي مين طلب ده؟ فابتديت ان انا اتعامل بكذا حاجة واشوف الحاجة دي ومن ضمن النقط المحورية في حياتي اللي ابتديت افكر فيها ان انا اخش السياسة واخش بتعمق كانت في سنة 2009 وكنت نزلت مصر اسبوعين بعد ما كنت هنا في كندا لسنتين وانا نازل مصر انا كنت قاعد هناك اسبوعين وانا نازل على مصر انا راجع بلدي ونازل اشوفها ومصر وحشاني والحياة هنا كانت مملة وفين ايام مصر وتنزل على كوبري ستانلي اسكندراني أيوة. فيعني انا والسان لوران مع بعض يعني قضيت اسبوعين جمال جدا زرت حاجات كتيره جدا في مصر وانا راجع في مصر قاعد في الطياره وبفكر انا راجع ليله راس السنه فقعد في الطياره واول ما قعدت في الطياره كده قاعد افكر لو احنا هنوصل كندا الساعه 6 هروح البيت على الساعة 8 مثلا عمال ما اطلع من المطار وقفت في الحتة دي فين البيت؟ Where is home؟ اوكي هو هوم مصر ولا كندا؟ ولا كندا تمام مش عايز اقول لك بقى طيارة جميلة 14 ساعة يعني انت قاعد بقى ايه تاخد تدي على نفسك بقالي سنتين في البلد at that point طب انا اعرف ايه عن كندا؟ طب انا شفت ايه في كندا؟ طب انا مين اللي حاكم كندا؟ هي ايه سياسة كندا اصلا؟ يعني دي البلد اللي انا قاعد فيها اللي هشتري فيها بيت اللي هتجوز فيها اللي ولادي هيتربوا فيها ومعرفش عنها اي حاجة تمام طيب لا الموضوع ده لازم يتغير اول ما رجعت ابتدت حياتي تتغير من واحد مهاجر لواحد عايش في البلد عايش في البلد اوكي وشغال في البلد ونبدا نشوف يعني انت حياتك هنا ماشيه ازاي وايه اللي تقدر تنفذه للبلد هنا السبب اللي انت اصلا جيت ليه هنا انت ابتديت سياسه في سن كام 21 21 سنه وانت عندك كام سنه دلوقتي 33 واحنا بنتكلم في 12 سنه سياسه يس تمام وده كان تحت تحت مظله الحزب المحافظ يس تمام كده واي بليف ده كان تحت برضو اشراف وتعليم الاستاذ شريف سبعات بالظبط شريف هو من اكتر الناس اللي كان فاتح دراعه ان هو يعلم الناس ويعلم الشباب وان ازاي ان احنا نجمع الناس وازاي يبقى لينا عضو برلمان تمام وبصراحه هو حاول لسنين كتيره طويله وانا اي ريلي ادماير طولة باله ومجهوده الرائع فتح باب لناس كتيرة جدا بالظبط ما بقاش حلم انيمور ما بقاش حلم تمام. بقى حقيقة تمام. موجودة في التاريخ بتقول لأي مصري وأي عربي كافح اوصل واشتغل هتوصل اللي انت محققه تمام هتوصل اللي انت عايز توصله تمام طيب انا مش هينفع بقعد معاك و وما نجيبش سيرة اللي بيحصل في دائرة إيلون ماسك دلوقتي. فيعني هسألك السؤال اللي هو ماذا يحدث في دائرة إيلون ماسك؟ ماذا يحدث في دائرة إيلون ماسك هو ما يحدث ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل. رمضان
كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي. أهلاً رجعنا لكم بعد الفاصل، وطبعا قعدنا نتكلم ونسينا خالص صينيه الكنافه الجباره وزعبليه الجباره في صينيه بسبوسه. بس انا مش عارف انت جاي لك بطن من فين يا منتصر. انا يعني اكلت مرتين النهارده يعني يعني كتير تو ماتش. هنتعب بكره في الصيام. حضرتك زبادي بقى. زبادي خلاط. زبادو. طيب خلينا نرجع لاخر حاجه سالتها بالفاصل. ماذا يحدث في دائره ايرين ميرز؟ هل هو فعلا صراع ما بين اثنين مرشحين مصريين؟ هل هي بيسموها ايه عدم تنسيق مثلا؟ هل هي في طرف مش عايز يتعاون مع الطرف الثاني؟ شوف انا بديك احتمالات تمام. ايه اللي بيحصل في دائره ايرين ميرز؟ بص، اللي بيحصل في دائره ايرين ميرز هو اللي بيحصل في معظم الدوائر اكروس كندا وسبيشالي في تورونتو. دلوقتي احنا وصلين لمرحلة ان الكونسيرفاتيفز هيوصلوا للحكم، والبولز بتاعتهم كلها بتقول ان لو الاكشن حصلت النهاردة في مارس يبقى احنا الكونسيرفاتيف هيكسبوا بماجوريتي، لان الليبرالز يعني شعبيتهم قلت كتير. بس هم انا اي بليف ان اخر مره يعني كانوا متحدين مع الان دي بي فعاملين اتلاف. هو دلوقتي البرلمان شغال، هي مش موقفين الشغل، هو الشغل لسه ما زال موجود، ولكن رئيس الوزراء جاستن ترودو دلوقتي لغايه النهارده هو لسه ما زال ماشي بنفس السيستم اللي هو شغال بيه، بيزود التاكسز على الناس. الكربون تاكس هتزيد في 1 أبريل هتزود أسعار كل حاجة طبعا. من الجروسريز للبنزين للمواصلات لكل حاجة أنت بتستخدمها هتغلى تاني. بص، أنت معانا إيه وإيه اللي حصل؟ ليه كل حاجة أسعارها زادت فجأة وكده؟ يعني حاجة اللي بتنشر بقى ب20. ليه؟ لأن في فترة كوفيد وأثناء الـ5 سنين كوفيد خلص خلاص بقى. الـ5 سنين أو 6 سنين اللي فاتت كان في كمية طبع للفلوس وهمية أوكي. أكبر من حجم الديون اللي كندا استخدمتها أثناء الـ8 سنين اللي فاتوا أثناء حكم ترودو، هي أكبر ديون، أكبر من جميع الوزراء السابقين كومبايند. يجمعهم كل اللي هم صرفوه كلهم مع بعض. الديون بتاع ترودو اكبر بكتير منهم كلهم كومبايند. اوكي. وان ذا بروسيس ما بنتش طرق. اوكي. رافض ان انت تقلل التاكسز. ما بتعملش اي اصلاحات لبيوت. ما رافض ان انت تقلل انترست ريت عشان الناس تقدر تشتري بيوت وتقدر ان هي تتقدم. ما بناش مستشفيات، ما دفعش فلوس للبروفنسز ان هم يحسنوا الهيلث كير. طب الفلوس دي راحت فين؟ سؤال طبعا. لسه في اين ذهبت في اموال دافع الضرائب؟ يس، دايما يقولوها كده تاكس باير. تاكس بايرز. انت خدتنا في حته وما جاوبش على سؤال ماذا يحدث في ايرين ميلز. اللي بيحدث في ايرين ميلز ايوه هو ان اصبحت معظم الدوائر اللي ابتدت ان هي تتكسب بقى عليها ديماند لناس كتيره عايزه تنزل وتبقى جزء من الحكومه الكونسرفاتيف اللي جايه. في ايرين ميلز از اوف رايت ناو 10 اشخاص نازلين. احتمال يبقوا اكتر، احتمال يزيدوا، احتمال يقلوا. ففي
من كل جالية في كذا حد نازل. وفي النهاية الناس اللي عندها عضويات جوه الدايرة دي هم اللي هيختاروا عضو الكانديديت المرشح لحزب الكونسيرفيتيفز في الفترة اللي جاية، وهو المتوقع ان هو يكون عضو البرلمان للحكومة الفيدرالية. فالمعركة دي هي ما هياش كبيرة، هي ارقام قليلة، 2000-3000 بني ادم هما اللي بيحددوا مصير الدايرة دي. فكل ما العدد ده زاد كل ما بيبقى صوت الناس اللي جوه الدايرة دي بيتكسر بقى، انت سواء بيتكسر او بيتجمع. تمام اوكي، او بيتجمع، لان انت البالوت لما بتروح ترشح هي بتبقى مرقمة. يعني لو منتصر واندرو نازلين مع بعض، لو انت بتحب منتصر حط منتصر واحد وحط اندرو اتنين. اوكي 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 اوكي. وهم بقى في النهاية بيعدوا، اول عدة بيبدأ يشوف في حد اخد 50% من الاصوات زائد صوت. تمام. لا اخر واحد اللي عنده اقل اصوات بيطلعوا بره الريس، بياخدوا البالتس بتاعته ويبدأوا يبصوا عليها ويشوفوا اتحط واحد اتنين تلاتة، حط في اي حد حط اتنين ياخدوا الورق بتاع الاتنين دول ويحطوهم للكانديديتس التانيين اللي موجودين. تمام. في حد تاني اخد في اي حد اخد 50% زائد واحد، لا شيل واحد كمان، شيل واحد كمان. اوكي اوكي. وتفضل تعملها كده لغاية لما يبقى في 50% من الاصوات زائد صوت، او كل الباقيين خلاص طلعوا وده الشخص اللي بعده. نفترض اني اندرو الف مبروك انت كسبت الانتخابات حبيبي، ربنا يخليك. اسمع باك ربنا وبقيت نائم يسمع من باك ربنا يبوش الخير، وان شاء الله لما تحصل عايز صارين كنافه زي دي يعني وتبقى مليانه يا انجر انجر كنافه. حبيبي حبيبي. طيب انت دلوقتي نجحت، ايه اللي انت حابب تغيره او 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 لما يحصل لك سموه ايه كوتشينيه حد يسالك في البرلمان ولا اوكي، ايه اللي حابب تغيره او تقول مثلا تبقى بصمتك في دايره الاملز، وليه انا ك لو انا ساكن هناك انتخبك يا اندرو؟ سؤال حلو. انا كواحد اشتغل في السياسه فور ذا باست حوالي دلوقتي 6 سنين ونص. اشتغلت في جوه البرلمان، اشتغلت في كمدير حملات انتخابيه سواء على المستوى البروفيشنال واخدها من تحت، يعني من تحت، يعني من تحت لفوق. تمام. I understand the system. I understand how to be effective، ان احنا ازاي نقدر يبقى عندك communication مع الناس اللي موجودة. ازاي نقدر ان انت تبني ويونايت people وتشتغل ازاي معاهم. ازاي ان انت بتاخد فكرة او مشكلة وازاي تلاقي لها solution وازاي بتقدمها كمشروع قانون او regulation. فتغير. اشتغلت جوه وزارات، اشتغلت مع وزراء ومساعدين وزراء على فايلز، وازاي ان احنا باخد الفايلز دي وازاي بعمل الكونسلتيشنز وازاي ان انا بنفذها. فانت جاهز يعني، انت مش لسه يعني وازاي ان انا اتعامل مع البيروقراطيه بتاعه السيستم. اوكي. انت لما بتالكت ا جوفرمنت وبتالكت ام بي بي او ام بي، انت بتالكت حكومه تشغل السيستم، فالسيستم ده ساعات بيبقى عنده خلل او عنده مشاكل او عنده محتاج تظبيط، يعني otherwise الناس elected you late. تمام بالظبط. فانت لازم ان انت تبدأ تبص على ازاي انت حتى تكسب public servants دول، وازاي انت تشتغل معاهم in collaboration، وازاي ان انت تنفذ اللي البلد عايزاه من السيستم والقانون الساري والجاري حاليا. تمام. ف I've been through this سواء في حكومة بتتغير من liberal لconservative. I've been through that process once. وده المتوقع في الحكومة الجديدة ان هي تي. فdefinitely ده حاجة بتميزني عن اي candidate او اي مرشح نازل. ان I have I've had the experience where I spent time ان انا learn الكلام ده عشان ابقى افكتيف ام بي. يعني انا لما اخدت القرار ده انا واخد عشان اتعلم
وازاي ابقى افكتيف. انا لما اقرر انت بتنزل, انت بتنزل حاجه خدمه عمل عام, يعني هو بيقولها لك بالانجلش public servant, servant خادم للمجتمع. خادم, انت خادم للمجتمع, انت واحد بتخدم المجتمع, انت واحد بتجمع المجتمع, بتشوف ازاي نحل المشاكل اللي موجودة للمجتمع. ده جاوبت على السؤال صح ولا لسه؟ في كان في جزء تاني اللي هو ايه اللي انت عايز تعمله بالظبط يا باشا؟ قول. انا هاخدك في حته تانية بس يعني خلينا بس تمام. انا تركيزي في كذا نقطه, هركزهم في اربع نقط. اول واحده التاكسز, كاربون تاكس is one of the examples اللي ملهاش دايركت امباكت ولا هي بتفيد الانفايرمنت. في طرق تانية ان انت تقدر تنفذ حاجات ان انت تبروتكت الانفايرمنت, مش محتاج ان انت تيمبوز تاكس على السينيورز وعلى الفاميليز. الحياة بقت غالية جدا. تاني نقطة هي البيوت وازاي نخلي الناس بيقبل ان هما يأفورد هومز. انت محتاج بيوت من جميع الاشكال ومن جميع الاحجام, من عمارات لسيمي تاونز. عندك فرايتي للناس كلها, عندك فرايتي يعني يبقى لازم يبقى عندك فرايتي. ولازم تبتدي تبني, لازم تبدا تبص ازاي هتقلل الانترست ريت عشان الناس تبتدي تشجع ان هي تشتري. وفي نفس الوقت انت مش عايز تعمل ميل داون للريل استيت ماركت, ف اتس فيري ديليكيت سيتويشن. لازم تبدا تبص عليها بمنطلق ان انت لازم تبني, ولازم تبدا تبص على ازاي تبني بيوت. ثالث نقطة وهي الكرايم. اكيد طبعا الكرايم الفترة اللي فاتت, احنا كل يوم من 2 لـ3 حوادث قتل في اليوم. واو. والناس دي بيتقبض عليها, بتخش بيطلع بيل بعدها ب48 ساعة, يقعد في البيت عنده بيتفرج على نتفليكس زي الفل. الكرايم should be punished. لازم نرجع the power of law especially للrepeat offenders. واحد عمل كرايم كذا مره لازم نوقفه, ولازم الشخص ده يقف عن مساره طبيعي ما يرجعش تاني يمارس نفس بالظبط اللي كان بيعمله. في كم واحد لازم يتقتل, ولا كم عربيه لازم تتسرق, ولا كم واحد بيته يتخرب عشان نوقف الموضوع ده. تمام. رابع نقطه وهي الافوردابيلتي ان جنرال والبروسبيريتي اوف ذا بيبل, سواء من تقليل الضرائب لتقليل ان معدل التضخم. تبدا تبص على ازاي ان انت تفتح الكونتري ان هي تبقى فري, ما يبقاش عندك حواجز للبيزنسز, تكبر البيزنسز عشان يقدروا ان هم يوفر جوبز ويقدروا ان هم يكبروا. وهقول اخر نقطه الفريدم اوف سبيتش بتجتس ديسترويد وبتوقف الفاميلي فاليوز وبتوقف
الصحف وبتوقف تمام. حاجات كثيره جدا. دي معظم او اكبر خمس حاجات انا عايز اشتغل عليهم ومؤمن ان احنا نقدر ان احنا نغير فيهم حاجات وبسرعه. في بقى حاجات تانية كتير. توريزم محتاج انت محتاج توريزم استراتيجي لكندا، محتاج اويل برودكشن في كندا، محتاج ناتشرال جاس برودكشن في كندا. تبدا ازاي تبني البلد دي وتقوم الصناعه والاقتصاد، والبلد هنا مليانه ريتش ريسورسز لكن للاسف اتس فيري بورلي مانجد. تمام. اني نيد سام وان ان هو يقدر يعرف ازاي يمانج حاجه بالحجم ده ويبقى فاهم منطلق الموضوع، مش لسه هيحاول يفهم. تمام. بص كمان انا كلام يعني على الفاضي بغض النظر عن 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 اندرو، فكره ان يبقى شاب عنده 32 سنه 33 سنه ويبقى عنده الفيجن دي، وان هو يبقى عنده الطاقه ان هو يبقى عايز يغير وعنده رؤيه، يعني حاجه مبهره بصراحه. ربنا يخليك من ذوقك. لا والله يا من بجملك يعني زوقك. وبصراحه لازم كلنا نقف وراه، وبصراحه لازم نديله فرصته، لان لا انت يعني بركه في شباب، يعني انت حد شاب ومش شاب مش بس عشان سنك صغير، لا انت ما تيجي تبص على اللي انت انجزته بالنسبه لسنك، لا يعني you did well you did very well كمان. وبعدين كمان انت باشينيتد في اللي انت بتعمله، انت بتحب اللي بتعمله. يعني سؤال بالك عايز اساله لك، كل السياسيين يقول لك ايه احنا في عمل عام احنا في عمل عام، ومحدش بيصدق الكلام ده. هل فعلا السياسيين هنا في كندا بصفه عامه، ما بكلمش على المحافظين والليبرال والان دي بي وكده، هل فعلا بيجوا عشان العمل العام، ولا في حاجات مستخبيه منافع؟ والسؤال ده ناس كتير عايز تعرفه، بيجي لهم بس ما حدش بيقول، اللي هو في الكوتيمي كده احنا عشان الشعب ومش عارف وايه، لكن هو اكشولي بيطلع فلوس اكتر من مرتبه بيطلع فلوس. هل ده هل دي هل دي هل دي اشاعه ولا ده حقيقه ولا فيها جزء من الصحه وجزء صعب إن... جدا ان انت تقدر تعمل حاجه زي كده وما تتمسكش. اوكي ان انا اجري الزلو، يعني انت كده بتتربح من شغلك هنروح من بعيد فين. عندك جاستن ترودو، الوي سكان اللي هي الوي شاريتي، كان بياخد فلوس منها عشان يروح يحضر. الترودو فاونديشنز كانت بتاخد فلوس. انت متاكد احنا لما نخلص الحلقه دي مش هيتقبض علينا؟ دي حاجات رسميه وموجوده وعامه، ودي ميزه كندا يا جماعه. yeah. بصراحه الفري اوف سبيتش هو اللي قال، انا ما قلتش. yeah. يعني هي دي يعني عندك حاجات وبتتمسك تمام وبتتعرف. اتس اب بقى للشعب ان هو يقرر هل انا هخلي الشخص ده الدوره الجايه ولا لا. تمام. هنا القوه للشعب، لازم تطلع تصوت ولازم تقول رايك، لان انت لو ما قلتش رايك وما اتكلمتش انت ضيعت حق غيرك، بيتكلم بنيابه عنك وبياخده عنك. تمام. فلازم تبدا تطلع وتتكلم وتقول رايك باحترام وبيقين، وتدرس اللي انت بتتكلمه وتتكلم بمنطلق علمي وثقافي. تمام. مش بمنطلق انا بص نازل. بص يا اندرو، يعني لا تفتكر الحلقه الاخرانيه عملناها مع بعضينا الناس كانت قالت ايه؟ فاكر في الكومنتات؟ فاكر. عايزين حلقه تانية لاندرو، عايزين نشوف اندرو تاني. تمام. ورحنا سعيد اليوم فجاه يا جماعه في رمضان ان شاء الله اندرو جاي معانا وهيكلم من قلبه، بس برضو انا حاسس ان احنا محتاجين حلقات تانية اكيد. فان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله نبارك لك ان شاء الله على نجاحك في الانتخابات ديت، ووعدنا كده قدام الناس ان انت قدام جمهورك ان شاء الله يبقى في عندنا كده ايه، يعني ممكن نعمل برنامج سياسي ان شاء الله ونستضيف فيه سياسيين من مختلف الاحزاب. بس الفكره بقى عايزين نسهل السياسه شويه، ما هو انت عشان تطلب من ناس هتنزل وتمارس حقوقها، فهي عايزه تعرف عليا من ده بايه، يعني لو انا نزلت وسبت شغل لا، فانت تبين له مظبوط، يعني تبين له فعلا في فايده صوتك امانه، صوتك فعلا هيفرق بالذات في بلد زي كندا. مظبوط. مالكش دعوه باي تجربه مرت بيها قبل كده، هنا في كندا صوت والناس زي ليميت سكاي، يعني انت ما شاء الله شايف نفسك كمان 10 سنين فين؟ رئيس وزراء؟ لا
انا ولا ستيل نائب برضو ان شاء الله نائب رئيس نواب او اللي ربنا كل اللي يجيبه ربنا ان شاء الله ان شاء الله. احنا انا ماشي بمبدا واحد you do your best and you let god take care of the rest. تمام الله بنعمل اللي الله علينا تمام ونعمل الشغل اللي بنعمله بامانه وباخلاص وبمحبه وربنا اللي بيكمل وربنا طبعا. هو المعين في الايه ربنا بصير هو اللي بيساعد طيب. واحنا في شهر مبروك حبيبي على المسلمين وعلى المسيحيين بالظبط على المصريين كلهم وعلى المصريين كلهم طبعا. وبجد يعني صايمين يا عم عشان الصوم الكبير سبحان الله احنا صمنا في نفس اليوم من اول الصيام صايمين مع بعض يعني شرفتني النهارده نورتني وتعبت نفسك وجيت وانا عارف انت قد ايه مشغول وباذن الله يعني نبارك لك قريب وتوعدتنا قدام الناس دلوقتي ان شاء الله هنعمل حلقات تانية عشان نبسط السياسه ونعرف الناس حقوقها وعشان فعلا انت ما قلت يبقوا قوه فاعله ما يبقوش مفعول به تمام شكرا مظبوط رايك في البرنامج احلى برنامج قعدت فيه حبيبي ربنا يخليك ربنا يخليك يا منتصر انبسطت بجد ثانك يو على الاكل الجميل القعده الحلوه النقاش الجميل ورمضان كريم عليك حبيب. وعلى الاسره ويا رب يعيده عليك وعلى كل المشاهدين يا رب وعلينا جميعا يا رب بالبركه والنعمه على كل يا رب امين يا رب امين شكرا اندرو نورتني النهارده اعزائي المشاهدين كانت حلقه جميله جدا جدا مع ان شاء الله باذن الله نبارك له قريب النائب اندرو فهمي اشكرك يا تمام واستنونا في حلقات تانية من معزوم على الفطار مع منتصر منتصر قولوا معانا أهلاً